امبارح بالليل بعد ما مشيت من هنا فجأة أخبار تواترت، ومش بس تواترت، ده طلعت شيرين صرحت للمواقع انه في هي دلوقتي في حالة حب فظيعة مريعة، وان هي اتخطبت، وان هي مش عايزة تعلن مين اللي هي مخطوبة ليه، وانها عقد القران هيتم قريب، وهتحتفل بكتب كتابها، وممنوع منعا باتا ما حدش فيكم يسألني عن اسمه ده بناء على رغبته. بعد شوية يطلع لك حسام حبيب تسجيل صوتي ليه، ألف ألف مبروك لشيرين، والله أنا فرحت لها وإحنا بينا عشرة وأنا فرحت لها، والراجل محترم جدا يا جماعة. ماذا يحدث خالد شاهين الناقد الفني؟ يا مساء الفل. إيه موضوع شيرين؟ هل عندك أقوال أخرى غير الكلام اللي شيرين بتقول أنا اتخطبت وبعد كام يوم قراني وما تسألونيش اسمه، ده راجل جامد بس أنا مش هقول اسمه، حسام حبيب ألف ألف مبروك يا شيرين أنا فرحت لك. رأيك إيه يا خالد؟ إيه اللي بيحصل؟ هو مش رأيي، ولكن يعني في تصوري وبعد يعني جمع معلومات من أصدقاء مقربة من شيرين جدا، أن هناك شكوك يعني في مقالات شيرين. يعني شيرين ما اتخطبتش؟ يعني انا بتصل، ما انا بقول لحضرتك اه يعني انا بتصل بصديق مقرب جدا من شيرين، فبقول له يعني شيرين اعلنت وحاجات كده، فقال لي يا عم انت بتهزر. فقلت له يعني ايه بتهزر؟ فقال لي لا يعني ما شيرين دايما لما بيكون عندها معلومات او اسف بيكون عندها احداث مهمه في حياتها هي بتقولها لنا احنا وبتقول لدايره المقربين منها. يعني الفتره اللي فاتت شيرين كانت مبتعده تماما يعني عن كل الناس الا بس دايره المقربين، وما كانش في حد حتى يعني اقتحم حياتها ولا دخل حياتها جديد، ولا حتى قالت لنا ولا قالت لاي حد ان هي في علاقه حب او ان هي تعرف فلان او الى اخره يعني. ويمكن حتى كمان اللي اثار شكوكي في الموضوع هو الاعلان، والاعلان في نفس التوقيت او بعده بوقت قليل جدا حسام مباركة حبيب. حسام حبيب. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن يكون موضوع متفق عليه، وده بالمناسبه يا استاذه انجي متفق ليس، عليه ليه؟ ما عاوزين انا هقول نعمل لحضرتك ترند اهو. ولا هما هو لا ولا لا ايه؟ لا لا اصل لا شيرين مش بص بص محتاجه يعني. هقول لحضرتك انا لا مش ترند خالص، وهي شيرين مش بتاعت الترندات اللي ممكن يعني تكون على ال يعني مش محتاجه اصلا بالظبط مش يعني محتاجه. طب ترند ده ايه نوع شخصي من يعني. التخبط طيب النفسي ولا لا لا لا، ولا بص ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. اه يعني امور الاخبار الغير صحيحه التي يطلقها النجوم على انفسهم ده امر عادي جدا وحصل قبل كده كتير، تمام، لاسباب في انفسهم. طيب شيرين زي ما قال حسام هو علاقته بيها دلوقتي هي ليست علاقه زواج وطلاق او علاقه عاطفيه، ولكن هي يعني علاقه عمل وعلاقه صداقه. علاقه عمل؟ نعم علاقه عمل. شيرين ولم تنفصل عن حسام حتى هذه اللحظه فنيا. حسام يعد هو مدير اعمالها، هو اللي بيختار لها لغاية الاغاني، دلوقتي؟ هو اللي بينفذ لها الاغاني طبعا، طب ما تشيير دام وكل الدنيا حاجه. يعني كده وواثقين في بعض قوي كده وهو مدير، امال المشكلة فين؟ ما هو ممكن يكون المشكله مثلا هم ما توافقوش كزوجين، ده عادي جدا وطبيعي وبيحصل، ولكن ممكن ان احنا نكون في الشغل مع بعض تمام، الدنيا تمام اصل يعني الفاصلة دي مش سهلة يعني الموضوع ده، مش لكن سهله. مش سهلة يعني. صحيح صحيح اه مش سهله، وبالنسبة الا ان لشيرين مش سهلة، بالنسبة ما انا هقول لشخصيتها مش لحضرتك سهلة. بقى. اه بص شيرين في الفتره اللي فاتت ديت استهلكت عدد كبير من مديرين الاعمال، هم يعني حتى من بينهم مثلا زميلنا المذيع ايهاب صالح، وكان قبليها ميمي فؤاد او محمد فؤاد، وكان قبليها ايمن نابليون، وكان قبليها ياسر خليل، ومجموعه كبيره يعني. ف يعني اللي يقدر يحتوي شيرين هو حد فاهم شيرين كويس جدا ودارس شيرين كويس جدا. واعتقد وفي تصوري اللي فاهم شيرين ودارس شيرين فنيا وشخصيا هو حسين، بحكم علاقته اللي بقى لها فتره كبيره مع شيرين، هو اللي بيقدر ان هو يعني يقنعها باشياء خاصه بالفن طب وهي واشياء لو في خاصه قصة بالمزيكا حب يعني. واتخطبت فعلا وعقد قرانها قريب، هو حبيبها ده ممكن لو بجد يعني هيخلي حسام هو دراعها اليمين والشمال؟ ما هو عشان كده احنا قلنا ان يعني في تصوري ان مفيش اصلا خبر كنكوش خطوبه. يعني طيب ليه تعتقد؟ قالوا ليه بقى؟ ليه؟ ليه قالوا كده؟ اه حسام وشيرين محتمل كبير ان هم يظهروا مع بعض الفتره الجايه كتير، لان هي اه بتحضر لاغاني وبتحضر لحاجات وهو بيظهر معاها، سواء بتسجل سواء كان في حفله.
فممكن شيرين تهاجم يعني وتتعرض لهجمه كبيره جدا من الجمهور اللي فدي حركه استباقيه يعني. تاني فلما حد لما يشوفوها فهتقول لهم يا جماعه ما انا مخطوبه، ما انا اعلنت ده، انا علاقتي بيها شغل، الراجل بس بيختار لي اغاني لانه هو ذوقه حلو. والله لو الكلام ده صح انا شخصيا بقول لشيرين انت اكبر من كده بكتير، او انت اكبر من كل المهاترات دي، انت اكبر من كده بكتير، انت مش عارفه قيمه نفسك بجد. هي مش عارفه قيمه نفسها. وهي هذه هي الكلمه التي قالها لي يعني صديقها المقرب جدا. هو انا بتكلم على الشخص دوت، وشخص هي حاجه كبيره قوي عندنا وفي الوطن العربي كل الناس بتحبها، وصوت رائع، هي مش عارفه قيمه نفسها خالص ومش قادره ان هي كست، ولكن وكفنانه صحيح. عايز بس أأكد على جملة إن بعض الأخبار اللي بيطلقها الفنانين على أنفسهم وما بتكونش صحيحة دي حصلت قبل كده، زي مثلا سمير صبري وموضوع ابنه. ما هو مالوش ابن، وهو أكتر من مرة يقول ابني، لحاجة في نفسه هو أطلق هذا الأمر يعني. في فنانة شهيرة جدا طلعت وقالت أنا اتجوزت، واتجوزت من شخصية يعني مرموقة وخلفت منه، وبعدين بعد اتطلقنا هو مات وما كنتش عايز أقول، وما كانش فيه أصلا زواج، برضه الحاجة في نفسها. فده طول الوقت بيحصل على فكره في الوسط الفني، وامر احنا اتعودنا عليه. عشان كده انا يعني حتى لو شيرين طلعت وقالت لا ما فيش خطوبه او الى اخره، انا مش هتفاجئ. لا مش هتفاجئ خالص. ولا احنا هنتفاجئ. اشكرك خالد شاهين الناقد الفني، شكرا جزيلا.